السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: أنا أعمل مهندس ميكانيكا في مجال التصميم وأستخدم برنامج الأوتوكاد، وحديثا أصبحت أستخدم برنامج الريفت، وقمت بشراء كتاب شرح الريفت والريفت والنفس وركس وبيت شرح البرامج كلها مجانية، حتى أستطيع التدرب على أكثر على البرنامج. أشكرك جزيل الشكر على هذا الشرح المفصل. كيف أستطيع عمل فريم للوحات التي أريد تسليمها بحيث يحتوي الفريم على المعلومات التي أريد أدخلها عن المشروع، مثل اسم المشروع وتاريخ التسليم واسم اللوحة؟ طيب، لو فتحنا الريفت، طيب ممكن أنا أعمل فاميلي من خلال نيو فاميلي، وبعد ما أعملها أدخلها في المشروع، أو ممكن أعمل للمشروع وأضبط الحاجات اللي فيها. طيب ممكن تقول مثلا أنا عايز نيو، وتختار تايتل بلوك، وهتلاقي عندك اكتر من مقاس زي ما انت عايز. ولكن مثلا هنختار A0 مثلا على سبيل المثال، واقول له اوبن. طيب جابها لي كده فاضيه، انا هبدا ارسم انا الحاجات اللي حواليها. الافضل ان انا ابدا بحاجه جاهزه، تمام، يعني اشوف حاجه جاهزه وابدا اشتغل عليها. بس خلينا نشوف الحاجات اللي هي الاصعب، وبعد كده ننتقل للحاجات السهله. طيب انت ممكن لو جيت هنا كرييت، هتلاقي هنا اللاين، فاي خطوط انت عايز ترسمها هتستخدم هنا اللاين، وبعد كده هنستخدم التكست لو انت عايز تكتب حاجه، وهنستخدم الليبل. طيب هقول له لاين، وابدا يرسم مثلا مستطيل بالمقاس اللي انت عايزه اهو، مثلا حاجه بالشكل دوت حسب المكتب. ممكن تعملها تحت، ممكن تعملها في الجنب زي ما انت عايز. ويخليني مثلا تقدر ترسم لاين مثلا من هنا لهنا، وخط تاني مثلا من هنا لهنا اهو، وخط كمان زي ما انت عايز. طيب ممكن بعد كده تقول له تكست، وتبدأ بقى تكتب الحاجة الثابتة اللي انت عايز تعملها بام اريبيا. طيب تقدر تكتب تكست وخطوط زي ما انت عايز، ممكن تحط هاتش من فيلد ريجن. طيب الليبل، ايه الليبل ده بقى؟ تخلينا مثلا نقول ان احنا عايزين نحط ليبل هنا اهو، بتدوس هنا بيقول لك حط لي مثلا اسم المشروع او البيلدنج نيم او الاسر. معنى كده ان هو هنا هيبدأ مكتوب بشكل بايخ، مكتوب بيلدنج نيم بس لما يتحمل في المشروع يبدأ بقى ان هو يشوف اسم المشروع ايه، فاقول له اوكي يبدأ يجيب لي البيلدنج نيم بالشكل دوت. لكن اول ما يتحمل في المشروع يبدأ يظهر لي الحاجات اللي مظبوطة. طيب خلينا نحط حاجة كمان، مثلا اقول له كرييت، واقول له ان انا عايز اعمل ليبل كمان اهو، وتبدأ بقى تختار ايه الحاجة اللي انت عايزها، مثلا ديزاين باي بروجكت نيم مثلا اهو، فتحط بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له ان انا عايز اعمل مشروع جديد، فايل نيو بروجكت، واقول له ان انا مثلا عايز اركتكتشر، اقول له ان انا عايز الفاميلي ديت احملها في المشروع، فاقول له لود انت بروجكت. طيب بص بقى، لما نيجي هنا عند شيت واقول له رايت كليك واقول له نيو شيت، ظهر لي هنا فاميلي 1 وظهر لي اي 0. خلينا نشوف فاميلي 1، اقول له اوكي، اتحملت الحاجه اللي هنا. طيب لو انا عندي هنا في الليفل مثلا انا راسم بعض الحوايط بالشكل دوت مثلا، طيب وعايز اروح للشيت اهو، هبدا اقول له ان انا عايز مثلا احمل ليفل 1 هنا، هنا اتحمل. طيب هنا كاتب لي البروجكت نيم، اخش فين بقى عشان اغيرها؟ لو وقفت هنا ودوست هيبدا يديك ان انت تعدل، ولو وقفت هنا دوست يديك ان انت تعدل. ممكن تروح لمانج وتقول له البروجكت بارامتر، ده اللي هو متعلق بالسؤال التاني بروجكت بارامتر. هتقول له بقى ده البروجكت بارامتر، احنا عايزين نخش على البروجكت انفورميشن، تمام. هتلاقي مثلا بروجكت نيم، فتبدا تكتب الحاجه اللي انت عايزها، وليكن مثلا او اي اس مثلا، البروجكت نمبر 313. لو عندك بروجكت نمبر هيبدا يظهر معاك، تمام. هنا برضو تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه او الاسم اللي انت عايزه بالشكل دوت. طيب ممكن حاجه تانية،
الأسهل بقى إن أنا أقول له نيو شيت وأقول له إيه زيرو، فيبدأ يعمل لي الإيه زيرو ده جاهز. فأنت ممكن تيجي هنا وتقول له إيديت فاميلي، هو رسمها لك مظبوط. فأنت كل اللي أنت عليك إن أنت بقى تعدل الكلام دوت. طيب عايز أضيف صورة، خلاص بتروح رايح لقائمة إنسيرت وتقول له أنا عايز أضيف إيمج، وتبدأ تختار بقى صورة. تمام مثلا هناخد الصورة ديت أبطال الديجيتال أهي، هنصغرها ونحطها هنا مثلا. فأنت بدأت تظبط كل اللي عليك، بعد كده هتقول له لود انت بروجكت، فيقول لك عايز تحملها فين، هتختار المشروع باش الفاميلي، يقول لك عايز تسيف فاميلي فين، ممكن تسيف في أي مكان أو تقول إن أنا مش عايز أسيفها، خلاص بقت موجودة معاك في المشروع. هنا بقى الديسكريبشن والديت والحاجات دي كلها. فدي كل اللي انا هعمله، ان انا هاجي هنا على الريفيجن اون شيت واروح معلم على شو ان ريفيجن، فيبدا يظهر عندي ريفيجن 1. طب عايز ازود، هروح للفيو واقول له ريفيجنز، واروح مزود ريفيجن 2 و3 و4 وزي ما انا عايز، واخليها بالحروف الابجديه لو انا حابب. فتقدر بعد كده تيجي هنا اديت وتختار بقى ايه الحاجه اللي تظهر معاك. اوكي يبدأوا يظهروا مع بعض بشكل بسيط. فهنشوف كل الكلام ده، الخطوط موجودة، الكلام، البرامتر موجود، وكل الحاجات دي تقدر ترسمها بسهولة.